اتهم حسين باكر ما تروح الدوام. اي والله باكر ما اروح الدوام احسن اني. ويلك حسوني حسوني، لا يا ولدي هدني الكبور هدني. تك 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 تك، صباح الخير حسون حسون. شنو 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 شنو؟ هذا احترامك لابوك. شنو شنو؟ وانا اقول ان هدني الكبر هدني. كم حسون هسه هسه هسه؟ ولك هاي من امس بالليل الهسه عيونك مفتحة ومبحلقة مثل النار. لا شو يا القروب؟ اقرب اللي قربك ان شاء الله، اقرب اللي قرصك. كم هسه هسه بس فلوسي فلوسي. دمي انت دمي. قوم 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 جيب خبز. ما بي ها يا هوي جيب خبز. جيراننا ندق الباب على جيراننا يجيبوا خبز، غير انت امك تطلع بالصبح تجيب خبز. اريد اروح للدوام. قوم قوم انت روح. انت انا اروح؟ هذا احترامك لابوك. هذا النت، انا على ابو النت اللي هذا النت، هذا هذا شيطان. الله لا يعطيك مارك مارك. هذا دخل الفيسبوك دخل الانترنت ولعب بينا جوله. ولك قوم قوم ابي قوم حبوبي. اعطيك هسه هسه اعطيك الف هسه هسه اعطيك الف هسه شوي اجي اقوم. شلون هسه شوي اقوم؟ ما عندك هذا. قوم. ما اقوم هسه شوي اقوم. اكسر بالله. انت شنو هاي خدودك؟ منين خدودك؟ غير من عندي؟ وقاعد مثل امك. انا ابوه، انا ابوه وامرته اني يروح يجيب خبز، وهسه هو يبكي يبكي. احكي وياه. الو. اي قالوا لك؟ شو قالوا لك؟ قوم قوم ولك قوم.